السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. صباح الفل حبايبي، يا رب كده تكونوا بخير يا رب وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كده مطهر كده طبيعي، يعني المطهر ده هو مكوناته يعني تعتبر رخيصة جدا جدا، بس هيدينا نتيجة يعني جميلة جدا. هنعمله النهاردة لغسيل الإيدين، طبعا احنا عارفين فيروس كورونا، فعايزين بقى نعقم ايدينا كده هوت وايدين اولادنا. فهنعمل لكم شوية حلقات كده الفترة اللي جاية، هتبقى مطهرات كده. يعني النهاردة هيبقى اول حاجة معانا يبقى مطهر طبيعي كده هوت يعني للايدين كده بعد غسيل الايدين. طبعا تخلي اولادك يعني يغسلوا ايديهم على طول، لا، وبعد غسيل الايدين هيستعملوا المطهر ده هوت اللي هما يرشوا على ايديهم، ما فهيبقى معقم جميل جدا. ما وهنشوف مع بعض هنحتاج لإيه، وإن شاء الله انتظروني برضو الحلقات اللي جاية هقدم لكم برضو كم حاجة كده هو زي اللي انت برضو تعقمي الإيه الشقة برضو إيه عندك، وربنا يحفظنا كلنا يا رب. ويلا بينا نبدأ كده هو ونشوف مع بعض هنحتاج لإيه. هنا حبايبي هنحتاج لرطل مية، رطل مية بتغليه على النار، أنا هنا غليته وزي ما احنا شايفين يعني كنت سايباه لما يبرد كده حتى بيطلع بخار اهوت. وهنحتاج بقى ايه، ربع كوباية، ربع فنجان اللي هو الفنجان الصغير بتاع القهوة بتمليه خل. انا كان عندي خل تفاح فهستعمله النهاردة في قلب الايه في قلب الوصف. عندك خل ابيض عادي ينفع برضو. هنحتاج لربع فنجان برضو عصير ليمون، طبعا احنا عارفين ان الليمون ده هو يعني لوحده معقم جبار وليه مفعول جميل جدا. فانا عندي يعني لو انت عندك ليمون ليمون مثلا ايه صغير فهتستعملي من 2 لـ3، يعني هتعصريهم وتملي الفنجان كده على حسب ما ياخدوا معاك 2 3. فبس انا كان عندي الليمون الكبير دهوت استخدمت هي يعني منهم واحده كده كبيره كان حجمها اكبر من دي كمان، فعملت معايا الربع فنجان دهوت اهي. دي بس مكونات ايه معايا. فدلوقتي هنحتاج بقى ايه البخاخة كده اهوت عشان تحطي فيها، عشان طبعا يعني اي بخاخة عندك تكون فاضية عشان اولادك ايه يستعملوها يعني يرشوا منها كده على ايديهم تبقى سهلة. يعني هنحتاج بقى الجيركن تاني، اي بقى جيركن فاضي عندك. الجيركن دوت يعني كان عندي غسلته كويس وهنحط فيه برضو ايه بقية الكمية اللي تفضل ايه معايا. بس كده بصوا يعني هالمكونات. وهنحتاج له قمع برضو صغير عشان ابدا برضو اللي انا اعبي فيه في الازاز. هنبدا بقى حبايبي اول حاجه نحط بقى ايه الخل كده اهوت على الميه واقلبه، طبعا هو يعني بسيط جدا اهوت. وهنحط عصير الليمون، اقلبه بس تقليبه خلاص كده خلص معايا. شايفين سهل ازاي؟ بسيط جدا جدا. نعم، والريحه بتاعته جميله جدا. نعم، دلوقتي بقى ايه هبدا ان انا احطه كده اهوت ايه في قلب البخاخه. طبعا الميه لازم تكوني غاليها، تغلي الميه اول حاجه وتسيبيها لما تبرد، وبعد كده ايه تضيفي عليها بقى ايه الحاجات اللي انا قلت لك عليها. بس شوية بس كده سبعين. نعم، بس انا هفتحها بس ايه، انا حبيت بس ان انا ايه اجربها لكم. هفتحها بس شوية كده اهوت، اسيبها مفتوحة اي حبة لحد ما تبرد برضو ايه معايا. وهعد برضو بقية الكمية اللي فاضلة معايا ديت في قلب الجركن. همسك بقى الحلة كده اهوت واحط بيها. على فكرة عصير الليمون بعد ما تعصريه صفيه بمصفى ضيقة علشان بس ايه التفل اللي فيه ما يسدش البخاخة.
بس كده همسح بقى الطباخة ونرجع تاني. كده حبايبي كده خلاص زي ما احنا شايفين الوصفة سهلة جدا وبسيطة اهي. اتعملنا كده معقم لغسيل الايدين للايدين، يعني تعطري بيه يعني تعقمي بيه ايديكي وايدين اولادك، هيبقى جميل جدا. على فكرة كمان المعقم ده هوت كمان يعني للناس بقى اللي هي هيبقى اوفر كمان، يعني هيدينا نتيجة كويسة جدا، وكمان هيبقى اوفر في ايه كمان، يعني بالنسبة للناس اللي هي مثلا مش يعني مش هتعرف تجيب الكحول او كده، يعني بالنسبة للوصفة ديت وصفة سهلة يعني وطبيعية، وكلها يعني حاجات طبيعية موجودة في كل بيت، ويعني يعني تعتبر وصفة رخيصة جدا، بس بتدينا بصراحة يعني هتديكي نتيجة جميلة جدا جدا. طبعا هي هتبقى اوفر كمان من الكحول. وبرضو هعمل لكم برضو وصفة تانية هعمل لكم وصفة تانية بعد كده بالسبرتو، ازاي برضو ايه اللي عندهم بقى سبرتو حابين يعملوا اللي هو الكحول يعني، فهعمل لهم بعد كده. يعني هعمل وصفات متنوعة ان شاء الله الفترة اللي جاية. يلا اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت اللي انتوا تدعمونا كده بالاشتراك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا وما تنسوش بقى اللايك والشير حبايبي عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، عشان يعني الناس تستفاد برضو بالوصفة ديت، لان هي يعني وصفة جميلة جدا وبسيطة كمان، وتعتبر يعني وصفة رخيصة جدا بس بتدينا فعلا نتيجة كويسة جدا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين لونه والريحة بتاعته جميلة جدا، جربوه عشان تحموا نفسكم وتحموا اولادكم من فيروس كورونا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.